نحن الآن أمام مسجد النوري. من هنا أبو بكر البغدادي كان له الظهور الأول، ومن هنا اعتبر نفسه زعيماً لما أسماه بتنظيم داعش. كاميرا سكاي نيوز عربية ستدخل إلى داخل مسجد النوري لنرى الحال الذي بات عليه اليوم هذا المسجد، وهو يرجع إلى أكثر من 800 عام. إذن هو مسجد تاريخي مهم جداً، نشاهد ما تبقى منه، وهناك جهود كبيرة لإعادة إعمار هذا المسجد الذي استغله تنظيم داعش لبث دعايته المتطرفة. من هذا المكان بالتحديد ظهر أبو بكر البغدادي وتحدث بهذه الرسالة المتطرفة لهذا التنظيم الإرهابي الذي تم دحره هنا في العراق. ومدينة الموصل هي تحاول اليوم لملمة جراحها. هذه المدينة التي دحرت تنظيم داعش اليوم تحاول إعادة البناء، ومن هنا مبادرة لليونسكو تدعى إعادة إحياء روح الموصل. هذه المبادرة ساهمت فيها عدة دول على رأسها الإمارات العربية المتحدة. هي أيضا إضافة إلى مسجد النوري تشمل كنائس كنيسة سيدة الساعة هنا في الموصل. إذن هذا المكان اليوم نحن نبث هذه الصور من داخل مسجد النوري في الموصل. و هذه الزيارة للرئيس الفرنسي للموصل، وقبلها زيارة للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، تؤكد على أن الأخوة في العراق واللحمة الاجتماعية هي أساسية لاستقرار هذا البلد، واستقرار العراق هو أساسي لاستقرار الشرق الأوسط. عزة غريبة، سكاي نيوز عربية، من داخل مسجد النوري الموصل.